بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. الله امتحن بني إسرائيل بامتحانات. من جملة الامتحانات امتحان بني إسرائيل هذا محرمهم. قال لبني إسرائيل يوم السبت بالطي يسمى قدر يوم الأحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة بس يوم السبت صيد السمك ممنوع. الحيوان كما تعلمون أنتم إذا رأى الإنسان لا يؤذيه أبدا أو لا يؤذيه بيوم خاص يألف بلد قل يعني أنك عندك دجاجات انت متأذيهم أخوك تأذيهم من يجي الأخ يشرب وتشرب الدجاجات ومن تجي انت لا يأتلفني تأذلك كذلك الطير فالشيخ الكربلاء بهدف هذا يومي يشتري كبتوت يسوي قطع قطع صغار يذهب عند الطيور حمامة هذا هو حمامات فهذه الطيور هذا جالس تأتي هؤلاء الطيور على متن هذا الإنسان على ظهر هذا الإنسان أحيانا أنا كنت أدخل المدرسة خبز قطعيات هذا شغلة يأخذ شنقولة خبز ويسويهن قطع صغار يذهب عند الطيور مدرسة حضر أنا كنت أدرس هناك في تلك المدرسة فكنا إذا دخلنا نشوف شغل حسين قاعد وكومة حمام مرة ثلاثة هو يا حمام 230 حمام وهذا يصعد على لحيته وهذا على راسه وهذا على إيده لكن بمجرد الأخت العباس يدخل كلهم يقفون هذا من قاعدة الحيوان أنه إذا رأى الحيوان ألفة منك حتى حيوانات الوحش الأسد المفترس النمر ربه يصير ذليل خاضع له لكن يضربه في الشارع يقتل هذا وياكل هذا ويفترس هذا ويقرص هذا من قاعدة الحيوان هذه القاعدة هؤلاء بنو إسرائيل هؤلاء لما نهاهم الله عن الصيد يوم السبت الحيوانات شعروا بذلك يعني الأسماك يوم السبت يجون على الماء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم من كما في القرآن الحكيم يوم غير السبت كلهم يروحون تحت الماء حتى لا يصطادوا يوم السبت يجون على الماء كما يعبر الله يقول شرع شرع يعني هالشكل على الماء ممتلي من هذا الحيوان فذول هؤلاء فكروا في احتيال وفي حيلة الحقيقة بعض القصص قصص صغيرة لكنها تعليماتها جدا كبيرة هؤلاء فكروا في احتيال في الاصطياد وهو انه احواض صنعوها اطراف البحيره يوم السبت كانوا يشيلون الحاجز بين الحوض وبين البحر الاسماك تاتي الى الاحواض هذا الحوض اخ فلان هذا الحوض الفلان هذا الحوض الفلان هذا الحوض الفلان بعدين هذول ما يتفكرون يسترجعون لان هذول قريب المغرب كانوا يخلون حواجز على هذه الاحواض يوم الاحد يقومون يصيدون هذول الذين كانوا في القريه انقسموا الى ثلاثه اقسام
قسم منهم كانوا يصطادون السمك، وقسم منهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقولون عني هذا مو صحيح، هذا مو زين، هذا عمل مو شرعي، لأن الله تعالى جعل هذا اليوم الأسماك في أمان، وهذه كلاوة شرعية على اصطلاحهم، كلاوة مو شرعية، ما يبدو يوم. وقسم منهم مثل احنا، هاي احنا القسم الثالث، يقولون عمي عيسى بدينا وموسى بدينا، انت شي خصه. انقسموا الى ثلاثه اقسام، قسم صاعدون، من الطبيعه هسه في الكويت كل الناس يصطادون السمك، ماكو كل الناس يصطادون. قسم صاعدون، وقسم ناهون، وقسم محايدون. كما يجب ان نعرف أن هذه الكلمة عيسى بدين موسى بدين هذا شعار الاستعمار جاء به إلى بلاده. شعارنا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في الإسلام لازم كل الناس رقباء على كل الناس، يعني أنا رقيب على كل الكويت، أنت رقيب على كل الكويت، هو رقيب على كل الكويت، كل واحد من عندنا رقيب على كل البلد. لكن هذا من الإمكان بطبيعته، يعني أنك إذا رأيت في الشارع امرأة سافرة ويؤثر كلامك فيها يجب أن تقول، لا تقول عيسى بدينا موسى بدينا، ولا تقول ما يفيد، هذا شعار المستعمرين، لا عيسى بدينا ولا موسى بدينا، وإنما عيسى جاء يؤيد موسى وموسى كان يؤيد عيسى، ونبي الإسلام جاء يؤيد كلا النبيين. وكذلك أكفرت كلام آخر أيضا، كلام جاهل من شعار المستعمرين جاءوا به إلى بلادنا، وهو أنه من ينام في قبر الآخر. كسي تقبر كسي نمي خارج، كل واحد ينام في قبر الآخر، لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في القبر يسأل عن صلاتك وصومك وأمرك ونهيك في السرير، إذا ما أمرت وما نهيت أنت أيضا شريك مع ذلك الآثم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، يعني شلون شيطان أخرس يباوع بس وما يتكلم، الساكت عن الحق هكذا. فالإنسان إذا رأى منكراً يجب عليه أن ينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر مو بوترهم بطبيعة الحال، بالموازين العقلائية، بالموازين العرفية، باللسان الطيب، بالتي هي أحسن، حتى إذا كان أبو الإنسان يعمل منكر لازم يقول له، أم الإنسان تعمل منكر، أخو الإنسان، أخت الإنسان، صديق الإنسان، جار الإنسان، زميل الإنسان، مدرس الإنسان، لأن الحق أكبر من كل أحد، من كل أحد الحق أكبر. لكن لسان طيب هذا شيء طبيعي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذول أهل المدينة انقسموا إلى ثلاثة، قسم صاعد السمك، قسم ناهون عن المنكر، قسم محايدون، عيسى بدينا وموسى بدينا. إن شاء الله يومي تقرون قرآن قصر. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. هذول الحياديون قالوا هالكلمة، قالوا عمي هالسافرات كلها إلى جهنم، شنو تتعب نفسك عمي هسه الخطيب وقت المبلغ وقت المرشد وقت الخير، ما لي إلى جهنم خالفة، وكلامكم وشعنا هذا. هذول الحياديون، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. الحياديون قالوا للناهين عن المنكر، هذول الناهون شو ما أجابوهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. يوم القيامة الله يقول لي شفت يصيدون السمك؟ أقول لي نهيته عن منكر؟ إيه تفضل جنة. أما شفت يصيدون السمك؟ إيه نهيته عن منكر؟ لا تفضل نار. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟
المنكر حياديين. هذول للناهين عن المنكر هم كان يقولوا تش مالكم حلوهم الى جهنم ان شاء الله يبقوا بالكم. قسم يصيدون، قسم حياديون على القسم الثاني، وقسم ينهون عن المنكر. صار قطع ما هو نهوهم عن هذا مو زين، هذا مو عمل، هذا مو صحيح. الله نهاكم ما خذوا ما فرد ما فرد ما فرد. أكو في الحديث هم هالحديث معه إن الله لا يعذب الجعل، جعل فرد خلستان ما لي شادي وما شادي. هذا الخلستان يطير في الليل ويطي فرد حسن بسان إذا في مكان ظلم يخاف لبالي فرد طائر. هذا يسمى جعل، هذا أخس الحيوانات. إذا عصي الله في بلد وهذا الحيوان بقي، أكو في الحديث إن الله يعذبه ويقول له لماذا لم تخرج عن بلد أعصى فيه؟ أخرج يا جعل أنت، جعل لا عد أمر لا عد ناي لا عد مربوط لا عد مربوط. الله ليعذب الجعل بذنوب أهل البلد. يقول له أنت ما دام شفت أنا أعصى في هذا البلد لماذا بقيت في هذا البلد؟ هذا كلش مهم. يعني أنه الآن شوف مثال، الآن أعرف لك مثال. يعني أنه إحنا قاعدين هنا، أنا محمد مو موجود، أنتوا قاعدين، فرد واحد عجي هنا محمد سأل ترك دم يسب في إيده. أنتوا أولا تعارضوا، لا هذا صديقنا هذا كذا وش تسبوه كذا. ما فات شيء طلعوه برا، من الدخل طلعوه برا. قول انا مو مستعد ينسب فلان عن قاعد هنا، انا اطلع. صح ولا مو صح؟ انت سمعت فلان انسان في فلان ديوانيه سب ابوك، سبه واهانه، والناس اللي قاعدين كلهم سكوا. بتقول هذول شنو الناس؟ عمي ابوي ينسب قوموا انهوه، ما فات طلعوه. ما تتذكر تطلع اقرا اطلع مو صحيح هذا؟ لما الله يهان في مكان انا اذكر قيادي انا انهى عن منكر ما اتمكن ما صار اطلع اضربه ما يطلع برا انا اطلع. مو مثل الكويت يعني انت تطلع من الكويت اقصدها. يعني اذا صار بلد كله عصاة، الان مو البلد كله عصاة بطبيعه الحال، اكو مساجد واكو مدارس أكو حسينيات وأكو متدينين أكو مصلين. لكن إذا الإنسان شاف في بلد كل أهله يعصون الله تعالى وما فاد الحكي لازم يخرج، مثل بالفعل إبراهيم خرج من بابل لما ما فاد، لوط خرج من سدوم لما ما فاد، وقصص كثيرة من هذا القبيل. هذول أهل البلد صاروا زكاة، قسم يصيدون يعصون الله. القسم الثاني ينهون عن المنكر، هم خلة رجعيين ما يفهمون هذول أخندية وهذول ما يفهمون قاموا ينهون عنهم. القسم الثالث الأكثرية حياديين، أي سبتين أو مو سبتين، المتدينين الناهين عن المنكر قالوا أحسن شيء إحنا من نبقى في هذا البلد، هم خلة مساكين فرد 10-20-50 مية قالوا احنا شي خص احنا نطلع من هذا البلد. فرد مكان يعصى الله علما والناس ساكتون، احنا من القسم طلعوا من البلد. طلعوا من البلد صبح فرد كم يوم، هذول كانوا في كهوف قريب الاردن على اماكن ديال البلاد، فهم راحوا الى الكهوف. البلد له دروازه، دروازه عبد الرزاق ماكو، بالليل يسكون الصبح يفتحون. هذول الخبز من ينفتح البلد يجون يشترون الاشياء اللي يحتاجوها، اكل خبز شيء فواكه، ثم يروحون الى الكهف يبقون في الكهوف حتى لا يكونوا في مكان يعصى فيه الله تعالى. فرد يوم صبح اجوا شافوا الباب مسكون، باب المنزل شاشة باب مسكون، باب كل يوم لقوا وراء الباب يطقون الباب يسردون في داخل المدينه ويطلعوا الدرجه يعجبوا. قال له هذا قال شنو، هذا قال شنو، هذا قال شنو. اجوا خلقوا الباب، واذا كل اهل المدينه بكاملها وبكاملهم من الصائدين ومن المحايدين كلهم قرده. الصائد قرد والمحايد قرد،
في آية أخرى الله يذكر بهذا الحديث يقول الذين كانوا ينهون عن السوء نجيناهم أما الفقيح لهم كلهم صادر فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قرد خاسئ لأن هذه القردة الموجودة يضرب عمير كل النار أما القردة الذين مسخهم الله قردة قرد يدخل النار لأنه بشر في هذه الصورة يعني هو نفس البشرية هو شعوره ولهذا أخذ الأحاديث في تفسير هذه الآية المباركة لما هؤلاء الناهون عن المنكر دخلوا البلد ورأوا تلك القرد هؤلاء أخذوا يلتفون حولهم ويبكون وبس صياح هم صياح قرد في حديقة الحيوانات شايفين القرد شلون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت هذا قرآن فقلنا لهم كونوا قردة قاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها عجيب البدن الاخر سمعوا كل الذين يقالون قردة في الحقيقة هذا شيء جدا غريب إذا فرد إنسان يصير غير الآن في الكويت قد يكون إذاعات العالم تقول هذا مو بس كل إذاعة الكويت الغرب المدن القريبة كلهم سمعوا عجيب هذه المعصية سببت أن يتحول الإنسان من الإنسان إلى الغير فجعلناها نكالا لما بين يديها القرى المجاورة الأفراد وما خلفها إلى اليوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبركة آله رفع عن هذه الأمة المسخ يعني في هذه الأمة في الأمم السابقة كان يصير قردة كان يصير خنازير لكن في أمتنا الإسلامية ببركة رسول الله تغطي هذا هو لكن هناك في الآخرة وفي الحديث إن جماعة من المسلمين يحشرون قردة كما أن جماعة منهم يحشرون خنازير واللازم على الإنسان من هذه الآية أن يتخذ درسا وهو أن لا يكون عاصيا وأن لا يكون ساكتا على المعصية أيضا وإنما يجب أن يكون مطيعا لله وإذا رأى معصية يجب أن ينهى عن المنكر نهيا بالحكمة والموعظة الحسنة نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.